كم من أولادنا المسلمين والمسيحيين أصيبوا بطلقات غشمة وبطلقات الغدر قتل بدرا اليد الأثيمة التي انطلقت وقتلت وأصابت الآخرين لم تفلت من العدل الإلهي إذا كانوا يعتقدوا أنهم سيستطيعون أن يهزموا أولاد مصر الأحرار الأبرار بشوية طلقات ولا بشوية إصابات لا المصريين ما بيتهزموش بكده المصريين عندهم عزيمة وعندهم قلب وعندهم وطنية لا تهزا طلقات ولا تخفهم سقوط قتلى من أولادهم لا 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 أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن والد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح عيسى ربنا المطلق هو المجد أنا وقلب على ابني ربنا مش مسامحة ياهم أنا نفسي أشوف ابني حلو قلب عليه معيش غيره كان نفسي افرح بيك انا كنت عايزه ابقى عريس زي ما على قلبي على ابني على قلبهم بس ربنا كبير خلص لي حق ابني يا رب خلص لي حق ابني يا رب انا مش مسامحه في حق ابني يا رب انت تخلص حقه هو ايه اللي حصل له يا ماما كان ساعتها يقول لي ابوه النهارده ابوه رصاصتين واحده في نفخه وواحده في ظهره هو كان راجع من شغله؟ كان راجع من شغله بيدور على شغله وراجع وبلاد الحرام ضربوه ضربوه وموتوه من غير ما نعرف حاجة عنده كام سنة مينا؟ 28